أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة المشتري الرئيسي طرح 5 مشروعات جديدة للمنافسة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة. طرح 5 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وهي 3 مشروعات لاستغلال طاقة الرياح ومشروعين لاستغلال الطاقة الشمسية. تبلغ الطاقة الإجمالية للمشاريع الجديدة 3300 ميجاوات. يبلغ إجمالي طاقة مشروعات الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة 1800 ميجاوات. تبلغ طاقة مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية 1500 ميجاوات. هذه المشروعات تأتي ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.